إلى إسمنت تبوك. لنذهب إلى قطاع الطاقة في السعودية، حيث كشفت وزارة الطاقة عن عزم المملكة بناء مفاعلين نوويين للمساهمة في تنويع مزيج الطاقة في البلاد. وتوقعت الوزارة أن يبلغ حجم مشاريع الكهرباء 250 مليار ريال في السنوات الخمس الماضية. قطاع الطاقة السعودية من القطاعات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط، وإذا ما تكلمنا عن الكهرباء فإن المملكة بدأت تتوجه مؤخرا لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث كشفت وزارة الطاقة السعودية في الملتقى السعودي للكهرباء مؤخرا عن عزم المملكة بناء مفاعلين نوويين تتراوح قدرتهما بين 2500 و 3000 ميجاوات. نحن الآن في مرحلة بداية الدراسات الهندسية وتأهيل التقنيات من كافة الدول المشهود لها بالتقدم والموثوقية في مجال المفاعلات النووية. شاركت المملكة بقوة في مؤتمر وكالة الطاقة النووية في فيينا قبل أسبوعين، وطرحت مبادرة الطاقة النووية الوطنية للمملكة العربية السعودية، المشروع الوطني، على الجهات المختصة من هذه الدول، وكان هناك اهتمام كبير في تأهيل تقنياتها وقدراتها لتطوير مثل هذه المشاريع. سيلي ذلك منافسة شفافة مفتوحة. كما كشف خلال الملتقى السعودي للكهرباء توجهات كثيرة للجهات الحكومية، لا سيما مع توقعات رسمية بأن يصل حمل الذروة إلى 80 جيجاوات في عام 2022، وذلك يتطلب تنفيذ مشروعات ب 250 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة. كما تم الكشف أيضا عن خطط لتخفيض استهلاك الوقود في توليد الكهرباء، إضافة لخطة خاصة بتوزيع 2.5 مليون عداد ذكي على المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء. عدت الهيئة الاستراتيجية للعدادات الذكية، عملت دراسة جدوى لها وبينت أن العدادات الذكية مجدية جدا، أنه تركيب العدادات الذكية بيكلف تقريبا 10 مليار ريال سعودي، لكن الفائدة منت فوق 30 مليار، لأنه يوفر كثير على الشركة، يوفر كثير على المواطن، يحسن الخدمة كثير. ولذلك طلبت من الشركة أنها تبدأ في تطبيقها. الشركة طرحت مشروع ب1.5 مليون عداد، والآن تحلل العروض، وإن شاء الله بعد ما ترسي هذه الدفعة تطرح دفعة ثانية. عدد المشتركين الآن حوالي 9 مليون، فنعمل أنه 10 مليون أو 11 مليون اللي في نهاية السنتين والثلاث الجاية يمكن يصلهم خلال 5 سنوات. وأقيم على هامش الملتقى السعودي للكهرباء معرض شاركت فيه عدد من الشركات المتخصصة في عدة مجالات، وهي تراقب سوق الطاقة السعودي وتطمح لتعزيز استثماراتها فيه مستقبلا. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض.